عندي أفكار كثيرة وما أعرف من وين أبدأ. عندنا بداية القصة تساعدك على أنك تبدين، سواء مشروع تجاري، سواء علاقة عاطفية، علاقة صداقات، سواء هدف إذا عندك أي هدف وما أنت عارفة كيف تبدأين، سواء وظيفة جديدة. مرات الوظيفة الجديدة الناس مو عارفين كيف يتصرفون، سواء هوية جديدة أو كيف تبنين أصلاً هويتك الجديدة، خصوصاً اللي نظفوا معانا واشتغلوا الأشهر اللي راحت على التنظيف يحتاجون هم يبنون هوياتهم الجديدة، فبداية القصة تساعدك على أنك تبنين كل هذا. إيش الفرق بين المقاومة والسعي؟ يعني هم ما يتعارضون. المقاومة انه انت الباب تقفل وانت تضرب في الباب، السعي انه انت تشتغل والباب ينفتح وتشتغل والباب اللي بعده ينفتح وتشتغل والباب اللي بعده ينفتح. المقاومة انه انت واقف عند باب مغلق. Thank you. هل اعطاء المشردين مال هو تصرف سليم من ناحية كارما الثراء؟ هو المشكلة انه انت ما تعرفين هذول هم وش قصتهم. يعني من المحتمل انهم يكونون نصابين، عصابات، قراصنة، يعني مو انهم فقط والله شخص فقير ويحتاج الى مساعدة. لذلك كل ما كان العطاء متوجه بطريقة سليمة، كل ما كنت متأكد من الشخص اللي أنت تعطيه الأموال، كل ما كان أسلم لكارمتك. يعني أحسن أنك أنت تشوف زي ما نقول الشخص الموثوق، الشخص الموثوق والجهة الموثوقة. كيف أحضر الهوية المالية؟ موجودة في الموقع سمويا369.net. دخولي لعمل مؤقت في البنك هل هو رسالة للثراء؟ أوه واو، ممتاز ممتاز، لا تزعلين عشان مؤقت البنك، ممتاز ممتاز. يعني هذا عند كثير من الناس رمز من رموز الثراء، ممتاز جدا. بعتبره رسالة، نعم بعتبره رسالة. انت في الطريق. هل إذا ورثت اعتبر من فئة المال القديم ويجب أتصرف كمال قديم أو يشترط السعي؟ تصرفي كمال قديم، نعم، لأنك إذا جيتي بتسعين من المحتمل أنك راح تدمرين المال، لأنك ما سويتي، ما تقدرين، ما تعرفين شلون يتسوى. فلما تاخذين كل المال هذا وتقومين تعجنين بطريقتك أنت يخرب، فتصرفي على المال القديم. هل شراء الماركات فيه مصيدة للفقراء؟ تكلمنا عن موضوع اللبس بالنسبة للفقراء والمتوسطي الدخل والأثرياء، وتكلمنا أنه الفقراء يميلون إلى أنهم يشترون الأشياء المقلدة أو الأشياء الرديئة، ويعني قد ما يملكون أصلاً قيمة البراند، خصوصاً يكون براند يعني عالي، مستوى عالي. متوسطي الدخل هم أكثر الناس اللي يتورطون في موضوع أنهم يشترون مثلا تشتري لها شنطة 20,000 كذا، يعني تهز ميزانيتها، هم اللي يتورطون بهذا أكثر من الفقراء. الفقراء لا، الفقراء بيتحايلون على الموضوع لأنه أصلا لا يملكون قيمتها، وهذه مشكلة بالنسبة للمتوسط الدخل. ومشكلة الفقراء أنهم يصرفون أموالهم على أشياء ثانوية، أشياء ثانوية كان من الممكن الاستغناء عنها. هل القناعة استحقاق منخفض؟ لا أبدا أبدا. يعني إذا بتقولين لي شخص يعني متجرد، أقول لك يعني هذا وين في الروحانية، هذا متطور جدا متطور جدا. يعني إذا هو تجرد يعني من قصة المال، لكن ما أتصور أنه فقير، لا أتصور أنه شخص زاهد فقير، لا أتصور. أتصور أنه هو متحرر تماما من فكرة المال، لكن عنده الأموال اللي تكفيه. صحيح ما عنده حالة ثراء ورفاهية وفحش في الثراء، لكن عنده المال اللي يكفيه ويعيش بشكل جيد. خلنا نقول يمكن يكون متوسط الدخل، أو يختار إذا بيعمق الشعور يختار الفقر مرات.
وأيضا لا تنسين أنه مرات لما أنت تنظف المستقبل يتطلب منك القناعة، اللي دخلوا معانا نهاية السنة اللي راحت، تنظيف المستقبل أكيد ربطوا ما بين الموضوع هذا، موضوع الثراء وموضوع تنظيف المستقبل، لأنه شيء راح يحصل ما أدري بعد ما أدري كم، مو مهم بالنسبة للشخص قاعد ينظف المستقبل أو نظف المستقبل، مو مهم، هو المهم اللي بين يدينا، يشتغل ولا ما يشتغل ما هي قصتي، قصتي قاعد أشتغل على هذا الموضوع بعد كم سنة، بعد ما أدري كم، بعد كم شهر، ما هي قصتي. هل إحساسي بالثراء حقيقي؟ طبعا حقيقي. أي شخص يشعر بأنه سيصبح ثري، أبغى أقول لك إحساسك حقيقي، إحساسك حقيقي تماما، لكن الإحساس يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى سعي. إحساسك حقيقي، أرجوك ادعم إحساسك، تضبيط مشاعرك، تضبيط أفكارك، تضبيط طاقتك، واسعى وشوف وين توصل. امتنان حبيبتي تقول حطيت نية المال، أهداني والدي عقار بعائد شهري، والعائد الشهري فتحت فيه مشروع بسيط من سنتين، بس ما في تطور مادي وما في دخل منه، كل العائد الشهري يروح للمشروع والدخل أقل من المتوقع. هل أنا في الطريق الصحيح؟ أوكي، يعني الآن حطت النية، أبوها عطاها خلنا نقول عمارة، العمارة تطلع فلوس، أخذت الفلوس وحطتها في مشروع من سنتين، والمشروع قاعد يشتغل وما زالت فلوس العمارة تروح المشروع، فلوس العمارة تروح المشروع، والمشروع مو قاعد يدخل شيء، المشروع مو قاعد يدخل شيء. فتقول هل أنا في الطريق الصحيح؟ أبغى أقول لك شيء ملفت، إنه يعني سنتين أنت ما وصلتي لنتيجة، وإيش خطة المشروع؟ هل فعلا هذه هي خطة، هل خطة المشروع إنه في السنة الثالثة راح يكسب؟ تعرفين اللي يخططون هذه المشاريع في السنة، في السنة الخامسة راح نحقق أرباح، في السنة المدري كم راح نحقق أرباح، هل عندك هذا التصور ولا ما عندك هذا التصور؟ أنا أقترح عليك إنك تقعدين مع شخص اقتصادي يحسب لك الأرقام، مستشار اقتصادي أو مالي يحسب لك الأرقام ويشوف لك المشروع وين رايح، لأن أعتقد مرات إحنا نعلق في مشاريع فاشلة، نعلق في فكرة ما راح توصلنا أي مكان، ما راح تحسن الدخل، ما راح تضيف أي إضافة، مجرد يعني تضيع وقت وتضيع طاقة وتضيع جهد. وإذا كنت تستخدمين نفس الاستراتيجيات من سنتين فالمتوقع أنه على نفس الوضع، توقع إذا تستخدمين نفس الاستراتيجيات فمعناها ما في جديد، حتى ولو بعد سنتين ما في جديد، معناها أنت ما أنت في الطريق أصلا، لكن يحتاج أحد أيضا يشوف الأرقام ويفهم القصة بشكل أدق. بشار يقول إذا الفقر يعتبر مرض كيف المفروض تكون نظرتنا للفقراء؟ نظرة توبيخ واستنقاص زي بعض الأثرياء ولا شفقة؟ أول شيء أقول لك إنه الفقر مو مرض، مو مرض، يعني هو مشكلة أنت متورط فيها، هو مو مرض. الشيء الثاني إنه نظرة التوبيخ والاستنقاص اللي عند الأثرياء للفقراء، أنا ما أرى أنها حقيقية هذه النظرة. أنا ما أعتقد أنه الأثرياء ينظرون للفقراء نظرة استنقاص ونظرة توبيخ. ممكن أنت تتصور هذا التصور أو عندك هذا التخيل عن الأثرياء. إذا تبغى تسألني أنا بشكل شخصي، لما أشوف شخص فقير يعني وضعه منتف ومزعج أعطف عليه كثير كثير، يقطع قلبي يعني يزعجني يعني كثير، أعطف عليه وأتمنى له الخير، بس ما راح أشوفه أنه هو يعني أني أنا أوبخه. هي معضلة، يعني هي معضلة، والثراء ما هو هين. كم نسبة الأثرياء في العالم، في البلد اللي أنت تعيشها كم نسبة الأثرياء؟ إحنا ترى ما نتكلم عن موضوع بسيط، إحنا ما نتكلم عن موضوع بسيط، هو عند الله بسيط متاح للجميع، بس احنا في القوانين في القوانين الماديه اللي احنا نعيشها، في الارض اللي احنا نعيشها، الثراء صعب، الثراء صعب. وطوال الوقت هناك نظام، يعني مثلا نظام المدرسه هذا يخلي مخك ما يقدر يكون ثري. عمرك درست عن الثراء؟ عمرك في طول المدرسه درست عن الثراء؟ ما ابدا،
أبد. عمرك درست عن الأثرياء؟ عمرك درست عن تطوير يعني شلون تكون ثروة وشلون تطور أموالك؟ أبدا. لذلك إنه شخص يكون في معضلة وصعب عليه يحلها، والمعضلة صعبة، ما هي سهلة، ما هي معضلة سهلة بصراحة. أنا بالنسبة لي أشعر إن شخص يعني تعطف عليه، هو يعني ما ودك تكون في هالموقف بصراحة، ما ودك. وتذكر عشان توازن الموضوع، تذكر إن عندك معضلة ما حليتها عشان بلاش استنقاص، ها؟ عشان يعني توازن. مرات الإنسان يكون عنده، لأنه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أي يجي كذا، تجي هلها كذا، يعني أنا وين، يعني هو وين وكذا. بس تذكر إن عندك معضلة أنت ناشب فيها. صدقني مهما كنت عندك معضلة عالق فيها، عندك علاقات عالق فيها ما حليتها. هم علاقاتهم جيدة، هالفقير اللي تقول علاقاتهم ممتازة، بس عندهم معضلة المال، وانت متورط في علاقاتك، متضارب ومتهاوش وعندك قصص وحكايات، او عندك مشكلة صحية عالق ما قدرت تتحل الموضوع، ما قدرت تطلع، تحسك يعني كذا في عاصفة هوجاء وسوداء، عجزت تقلبها توديها تجيبها بكل فلوسك، ما تنحل، ما تلقى لها طريق، ما تنحل. فتذكر دائما انه حتى انت عندك معضلتك اللي ما انحلت. فهذا يستدعي انه احنا ما نستنقص احد، ولا نشعر انه نوبخ احد على انه هو ما قدر يحل المعضلة اللي هو فيها. لكن برضو تبقى الحياة خيارات، وتبقى انه اذا عندك فرصة انك انت تساعد، انك انت تقدم، انك انت تفتح ضوء، قدم هذا الشيء. وعلى فكرة خلني ابغى اقول لك هذه المعلومة، قلتها في اي جلسة، قلتها هذه المعلومة في المال القديم والمال الجديد. تعرف انه كثير من الناس اللي يجلسون مع الاثرياء هم فقراء، صدق اللي يجلسون معاهم، يتقهون معاهم ويشربون وياكلون معاهم، هم فقراء. عليك ان تتخيل هو مستنقصه؟ لا، قاعد يقضي معاه وقت ممتع. ما تشوف مرات يعني ناس في اي بي في 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 اي بي اللي حولهم كلهم فقراء على قدهم، او اقل يعني، ها مره حالتهم بسيطه يعني جدا، قاعدين مبسوطين، تقهون ويشربون شاي، يروحون مطعم سوا ويضحكون ينبسطون. فلا تنسى برضو هذا الشيء. ناخذ اخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري، سؤال خنفشاري بسرعه عشان ما يقفل علينا انستغرام. Oh my God. كيف أحط نية الثراء؟ أعطيني التكنيك الصح حبيبة قلبي لولا، بس قولي نويت الثراء وخلاص. هي عملية قلبية، وضع النية هي عملية قلبية. طيب Oh my God. روان حطيت نية الثراء وقررت، اسمعوا القرار الخطير، قررت أفاتح أبوي إنه يعطيني شقة. Oh my God. حبيبتي بدور، خذي الموضوع جد، أنتي فنانة عظيمة، خذي الموضوع جد. طيب نختم سؤال هيبة حبيبتي، تقول في البداية كنت رافضة الثراء، بس هاليومين بدأ يشتغل معاي، هل وضع نية لنفسي تخدم عائلتي لأن في تطورات مالية قاعدة تصير؟ أوكي، قصدك أنه لما أحط النية هل في شخص حولي راح تجيه فلوس؟ أقولك محتمل جدا، لأنه أحد الطرق أنك تكون ثري، لا تنسى
خليك من الغيرة وخليك من الخوف وخليك من الارتباك. أحد الطرق أنك تكون ثري أنه يلتقط الموضوع شخص قريب منك ويكون نموذج وطريق لك للثراء، فبالتالي محتمل. لكن سؤال، هل أضع نية، أنا أضع نية عشان عائلتي يستفيدون من أموالي؟ أقول لك الموضوع مرة خربان كذا، مرة خربان، مرة خراب، دمار شامل. لما تحط النية أنت المقصود بالنية. إذا ما تبغين فلوس أنت لا تحطين، ما تبغين فلوس أنت لا تحطين. ممكن تحطين لعيالك اللي هم تحت 21 سنة لأنهم ما زالوا في طاقتك، بس أما تحطين للناس تنوين لا، ستوب، وقفي هذا الشيء، بدأ يحسب. طيب يا جماعة أذكركم النية خلفية الجوال والفيلم، وبرضو عندنا 10 مواد على الموقع سمية369.net إذا كنت مهتم مستعد عندك المال تبغى تتعمق أكثر في النية. راح نتوقف عن إنستغرام لايف لمدة وراح نرجع لكم إن شاء الله قريبا. تابعوني على سناب شات لأن راح نناقش الفيلم قريبا. شكرا لايكات، شكرا القلوب، شكرا الكلام الجميل، تصبحون على حب قلبي أنتم.